اللهم اجعلنا لك من شاكر يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد على ما هدانا اللهم اجعلنا لك من الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما ارتفع صوت بالحمد والتكبير. الله أكبر ما أشرقت شمس هذا اليوم المنير. الله أكبر ما صفت النفوس وزكت وتآلفت القلوب وتقاربت. الله أكبر ما أفشي السلام. الله أكبر ما وصلت الأرحام وتزاور الأنام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام وجعلنا من خير الأمم والأقوام. نحمده على ما أسداه إلينا من خير وإنعام ونشكره على ما تفضل به علينا من إحسان وإكرام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله العظيم المقام أفضل من صام لله وقام وأشرف من احتفل بعيد الفطر بعد شهر الصيام والقيام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات اعلموا أنكم تعيشون يوما عظيما تأخذون فيه جوائزكم من ربكم مكافأة لكم على صيام رمضان وقيامه. إنه يوم عيد المؤمنين والمؤمنات كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إنه يوم الفرح والسرور والبهجة والحبور وأفراح المؤمنين في الدنيا وأفراح المؤمنين في الدنيا تعقب إكمال العبادات وإتمام الطاعات. قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فللمسلمين ثلاثة أعياد عيد يتكرر كل أسبوع
وعيدان يأتيان في كل عام مرة. فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة، وهو عيد المؤمنين الأسبوعي. وأما العيدان اللذان يكون كل واحد منهما في كل عام مرة، فأحدهما عيد الفطر من رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان. والعيد الثاني عيد الأضحى، وهو مرتب على إكمال الحج. فهذه أعياد المسلمين في هذه الحياة، وكلها تأتي بعد إكمال طاعة مولاهم وحيازتهم لما وعدهم من الأجر والثواب. وهذا فيه تنبيه للمسلمين أن يكون فرحهم مرتبطاً بإتمام العمل وتحقيق الأمل، وليس بمجرد مرور الأيام وتوالي الأعوام، وأن يكون فرحهم موصولاً بشكر الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق الغايات. فالمسلم والمسلمة يفرحان بفضل الله تعالى أن من عليهما بفعل الطاعة وإكمالها وإتقانها. فها أنتم قد أتممتم رمضان بصيامه، وتقربتم إلى ربكم بقيامه، وأحييتم ليلة القدر المباركة، وتلوتم القرآن واستمعتم إليه، وتطوعتم بما تيسر لكم من القربات والأعمال الصالحات، وأخرجتم زكاة فطركم، فجدير بكم أن تسعدوا وتبتهجوا وتلبسوا أحسن الثياب، وتتنعموا من الأكل والشرب بما لذ وطاب، ويهنئ بعضكم بعضا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ها أنتم تعيشون أولى الفرحات وفاتحة النفحات، وعقباكم في الآخرة دخول الجنات والأمن في الغرفات عند قيام الخلق لرب الأرض والسماوات. وقد صح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولأهلها يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فهو عيدنا أهل الإيمان نكبر فيه الرحمن، ونخرج فيه ما فرض نبينا من زكاة الفطر على الأبدان، تنقية للصيام وطهرة للصائمين من دنس الرفث ولغو الكلام، وطعمة للفقراء والمساكين والأيتام. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وروى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث،
وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المؤمنون والمؤمنات، عيد الفطر إجازة من الله لعباده المؤمنين، ويوم فرح للمسلمين، يذكر الصائمين بفرحة يوم الدين حين يبعثون من القبور ويرون ما أعد الله لهم من الجزاء الموفور، كما قال نبينا الصادق الأمين: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله معيد الجمع والأعياد، وجامع الناس إلى يوم الحشر والتناد، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المفضل على جميع العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الصلة بيننا وبين الله دائمة ما دامت الأرض والسماوات، لن تنقطع بخروج أي عبادة من العبادات، وإنما تنقطع بموت الإنسان أو بزوال عقله. فإذا خرج رمضان فعبادة الصيام تبقى في الدهر كله، وكذلك الحج والزكاة والصلاة. لذلك فمن رغب في الصيام فليصم 6 أيام من شهر شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. أيها المسلمون، إن شهود العيد يغرس في النفوس معاني الوحدة والتعايش، ويربط القلوب برباط المحبة والتآلف، فيلقى الأخ منا أخاه مهنئا مباركا، ويدعو له بقبول الطاعة وغفران الذنوب. وما اجتماعكم هنا لصلاة العيد إلا دليل على هذه المعاني جميعها. صفوف متراصة ونفوس متصافية وقلوب متآخية. إن معاني الوحدة والتآلف التي تتجسد في شعائر الدين ومناسباته تجعلنا نعيش معنى الأمة الواحدة التي يشترك أفرادها في آلامهم وآمالهم، ويعيشون معا أفراحهم وأضراحهم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، هنئوا أقاربكم بهذا العيد المبارك، وابدأوا بوالديكم وإخوانكم، واعلموا أن التهنئة بالعيد قد جرى عليها عمل سلفنا الصالح رضوان الله عليه.
عليهم. وأكثروا من الصدقات زيادة على زكاة الفطر كما أمر بذلك سيد البشر. وزوروا من بجانبكم من الجيران والأرحام واعفوا واصفحوا عن الأخطاء والآثام، تكونوا من الذين يفتخر بهم الإسلام. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إلى يوم الدين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وإمام المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر اللهم من قلدته أمور عبادك وبسط يده في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك، مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا ومجيرا. اللهم ألبسه رداء الصحة والعافية والسلامة وتوجه بتاج العز والنصر والكرامة. اللهم احفظه في ولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، واشدد أزره بشقيقه المولى الرشيد وسائر أفراد أسرته وحكومته وشعبه يا رب العالمين. اللهم تغمد برحمتك الواسعة الملكين الراحلين البطلين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما والمسلمين جميعا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء. اللهم احفظ بلدنا هذا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أحينا على ملة الإسلام، وأمتنا على سنة خير الأنام، واحشرنا يوم القيامة مع أحبابك الكرام. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توثر علينا، وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم الأموات ونور عليهم قبورهم، وأصلح الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، وارحم موتانا وأصلح أحياءنا، وارحم شيوخنا واشف مرضانا، وارحم من علمنا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.